الرادار. في الرادار اليوم مش نحكيو على وضعية مرابي النحل، مش نحكيو زيادة على وضعية خلايا النحل في زغوان تشهد صعوبات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. معنا بالتليفون سي محمد بن خليفة، عضو المكتب التنفيذي مكلف بالفلاحين الشبان. مرحبا بك سي محمد على إكسبريس أفام. نهاركم زين ومرحبا بالمستمعين في إكسبريس أفام. شكرا لك، شكرا لك على قبول الدعوه. اول حاجه خلينا ناخذوا فكره على وضعيه خلايا النحل في زغوان. والله وضعيه المربي النحل في ولايه زغوان ما معناتها وضعيه كما يقولوا فيها لا تحصل، معناتها وضعيه خايفه نظرا للمناخ معناتها وجفاف الحار المربي الولايه خاصه كما تعرفوه اللي خلى نوع من المراعي مفقوده واللي معناتها ضرر اللي تقولوا نسبه قارب 45%. سي محمد، سي محمد مش نسمعك. خمسه على خمسه، ماذا بيا تقرب شويه للتليفون خاطر الصوت بعيد شويه. هكا اي هكا نسمع فيك. هاي تخبي تفضل. الوظيفه قلت لك، قلت الوظيفه نتاع المربين النحل في زغوان معناتها ضرت خلايا النحل في زغوان لجفاف الحار اللي وقع في الولايه اللي فقد المرعى والحل ما بقاش يرعى خاصه في الجبال كما تعرف معناتها عن الثروه الغبيه كبيره برشا في جهه زغوان ولكن معناتها نرى الجفاف الحاد اللي كون المرعى قل في معناتها وعندنا فلاحين صغار اللي ما نجموش مثلا يتنقلوا كما بعض الفلاحين الكبار يتنقلوا من ولايه لولايه تبع المناخ فهمني ضرهم برشا وصل النفوق بتاع بيوت خلايا تجاوز 45%. واضح النفوق هذايا نتاع الخلايا النحل معناتها وصل لنسبة 45% كما قلت انت. وعندنا 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 حالات وصلت 100%. 100%. عندنا فما مجامع نسائية اللي يتمتعوا على غرار مجمع زيدان النسائي يتمتعوا ببعض معناتها فلاحات يتمتعوا بخلايا نحل بيوت نحل فما فلاحة معناتها صار فوق 100%. لهنا معناتها نتسائلوا معناتها كيفاش تضر خلايا النحل من العوامل المناخيه هنا من ارتفاع درجات الحراره، فاش تتمثل بالضبط؟ اي درجه الحراره الامطار صح وكونه المرعى في النحل تلوج على السطوع على الغطاء النباتي الصغير كما الكليل والزعتر والفرنج فهمتي وبعض الازهار اللي ترى فيهم النحل حتى النحل في الغابات ولا في الصخور فهمني بحكم كل الامطار صح الامطار معناتها المرعى هذه فقدت ومعناتها مش موجوده والفلاح معناتها حتى في معناتها حتى في وجدون حلول في معناتها شراء العلاف خاصه كل احنا مات السكر هذا معناتها تكلف برشا ونحن الحقيقه في خاصه في ولايه زغوان وهي وضعيه عامه ولكن خلينا نحكي على ولايه زغوان خاصه وتتباهي مع 16 نهار الاربعاء عملنا ملتقى اعلام وتحسيسي حسينا به معناتها الفلاحه نتاعنا اللي الحقيقه معناتها تعبت وجابت بما السكر معناتها تكلف عليه برشا وفما اللي ينجم وفما اللي ما ينجمش. واضح دونك هذه معناتها المت السكر لازم تتوفر لانقاذ ما معناتها ما بقي من الخلايا النحل ما بقي من القطيع هو الحقيقه هو الحقيقه معناتها نحن في ولايه زغوان ومشكور السيد مدير جهه التجاره كان متعاون وبسط لنا الوضعيه وخصصنا حصص معناتها تو لمده اكثر من 6 اشهر 8 اشهر حصص للمربين فهمتني ولا اللي يتمتعوا بمد السكر هذه معناتها احنا قاعدين نشتغل عليه فهمتني الحين كيف متعاونين معنا بانقاذ مثلا ما تبقى من خلايا النحل سمعنا الحديث اللي فما زاد انه فكره انه يتم عمليه تفريخ اصطناعي. هو فما فكره تفريخ اصطناعي هذه من جمله معناتها الحلول اللي طرحها بعض المجامع وان شاء الله فما عندنا مجمع مربين نحل في مدينه زغوان طرح فكره اللي معناتها مشروع في تفريخ معناتها في بداية موسم الشتاء في حدود 5000 معناتها تجديد معناتها تفريخ معناتها نحل جديد وفي بداية فصل الربيع في حدود 5000 خلية نحل في فصل الربيع هذه من جملة الأفكار
نحن كاتحاد وخاصة في ولاية زغواد كانت المربين معناتها بعد البعض كانوا يتصلوا بالاتحاد فرادة، لأنه السنة خاصة بصفة استثنائية كان معناتها طلب على مادة السكر، مما اكتشف الاتحاد ووقف على أهمية القطاع ووجود مربين من معناتها النحل، وتعتبر معناتها فما منظومة لتربية النحل في ولاية زغلول وفي العديد من الولايات مهمة جدا، مما خلانا معناتها نعرفوا صفات الأنظار وباش نحافظوا على منظومة الإنتاج، وخاصة كما تعرفوا اللي كانوا جودة العسل التونسي بصفة عامة خاصة في الجبال نتاعنا وربوحة، وخاصة معناتها من بزارة قروان سجنان فهمني ولا زغوان سليانة فهمني بعض المناطق هذه كونوا حتى جودة العسل نتاعنا معروفة من احسن الجوده حتى على مستوى السوق المحلي بعض اسوام عاليه. و اليوم قلنا علاش لا نحاول هالمنظومه هذه نحافظ عليها ونطورها، وفما مشاريع على مستوى الجهات على جلال المشروع الموجود في 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 زغوان الممول من طرف البنك الفكر التنميه اللي شارطه كونوا يتمولوا هذا متمتع بالمعدات والامتيازات الموجوده، وكون الفلاح ينتظم داخل هيئات المهنيه على غرار شركات تعاونيه او مجامع لمربي النحل باش يخليهم يتمتعوا بعده امتيازات وافاق. وان شاء الله نحن كاتحاد في الولايه نحبوا نحطوا رؤيه موحده اللي تبناها الاتحاد باش المنظومه هذه نحافظوا عليها ونمشوا بها قدام ونطورها. كذلك عندنا فلاحين معناتها مؤخرا فما تم تكوين بعض فلاحين شبان فهمني ولا في تربية قطاع النحل صار معناتها العمل الخاص، كان الهدف منا احنا اعلى حتى باش نقربوهم من كبار المنتجين والمربين الكبار باش يحاولوا ياخذوا التجارب نتاعهم وباش مروا بالازمات فهمني ويقربوا للعموم وباش في المستقبل يعرفوا رواحهم علاش معناتها يقولوا احنا علاش قادمين ونحاولوا ناثروا لماكسيموم باش نحافظوا ونطوروا المنتوج نتاعنا سي... ان شاء الله نوصلوا به على سلاف الاسواق العالميه. سي محمد، ياثر هذا الكل اللي كنت تحكي فيه على سوم العسل في المده القادمه؟ اكيد اكيد باش ياثر. تقريبا قداش ينجم ياثر النسبه؟ قداش نجم معناتها الاسعار الاسواق معناتها هو الحد هذا نتاع معناتها ساعه كيلو معناتها العسل اللي تروح بين 40 معناتها 40 دينار كدرجات، معناتها فما كما تعرف فما انواع في العسل، كذلك عندنا معناتها الفلاحين في العسل البيولوجي اللي معناتها سومه عالي، خليني نحكي معناتها في المويان اللي نجم نسوم المستهلك في حدود ال 35 و 40 دينار معناتها كيلو العسل، هو باش ياثر نوعا ما على خاطر فما عندنا فلاحه كبار كما انا نقول لك قاعدين يتنقلوا باش يشوفوا يلقاو المرعى اللي معناتها باش ترعى فيه النحل، وبالتالي فما تكلفه عاد على غرار الفلاحين الصغار اللي ما ينجموش يتنقلوا معناتها في ماده السكر، كذلك معناتها نحن تو حتى اللي قاعدين ياخذوا في السكر راهم حاجتهمش بالعسل اكثر من اللي يحبوا ينقذوا القطيع بتاعهم فهمتني، ولكن معناتها كبار المجين اللي كانوا قاعدين يتنقلوا من الولايات خاصه في شركه بنزرت وشركه الكابون وقت التابل ولا وقت القوارص عند الاراضي كما نقولوا نحن اللي فيها الممطره واللي فيها معناتها ما ينجم يرعى ترعى النحله فهمني، ولا هذه كلها معناتها مصاريف و معناتها خطر التنقل وقع على بكي كما نقولوا نحن معناتها بحكم شفاف الوصول في بعض الولايات كما زغوان ولا سيديانا ولا القروان، كي نقولوا نحن الخروج كان معناتها لمده مثلا شهرين كذا شهر ولا خرج قبل فهمني نظرا للمناخ اللي هو فيه معناتها ما تلقاش النحله ما ترعى ولا كيما نقولوا، وبالتالي هذيك كلها مصاريف وكيما تعرف خدامه وعساسه فهمني ولا النسبه قداش تنجم تزيد نتاع كيلو العسل مثلا في المده القادمه؟ انت قلت توا ما بين 35 و 40 دينار الكيلو عسل، في المده القادمه تصور معناتها يزيد اكثر من 10000 20 دينار قداش بالضبط معناتها حسب التقرير؟ لا ما تصورش برشا معناتها بصراحه يبقى كيما نرجع نقول لك راهو العسل ماهوش معناتها كيما العسل التابل كيما عسل الكلاتون في برشا انواع فهمتني، معناتها كل عسل وقته والسوم بتاعه، وبالتالي معناتها نحن نعتبر كونه
العسل من 35 دينار ل 40 دينار، فما فوق هذاك حتى نوصلوا للعسل البيولوجي اللي معناتها هذاك هذاك غالي بطبيعته. سيرتيفيكا وكذا خاصة المستحب تحصل على السيرتيفيكا هذاك معناتها عسل من نوع اخر. شكرا لك، بارك الله فيك سي محمد بن خليفه عضو المكتب التنفيذي مكلف بالفلاحين الشبان على كل هذه التفاصيل. راجعين معكم شوي اخر بعد الفاصله.